عايز اخد مع حضرتك خبر داخل مصر مدبولي. الحكومة تعمل على تنفيذ تكليف الرئيس لتوفير اكبر قدر من اللقاحات. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعا لمتابعة مستجدات مواجهة فيروس كورونا وموقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس. خليني بس في البداية اقول لحضرتك، في الوقت اللي الدولة بتسعى لتوفير اكبر قدر من اللقاحات لسه في ناس بتسأل اخد او لا، والنوع يبقى ايه، واصلا مش عارف مين حصل ايه. تعليق حضرتك. شوف، ما قدمناش حل في العالم كله صحيح. الا فكره الحصول على هذه اللقاحات، اللي هي فكره، انت عارف، انت الرئيس بايدن لما جه قال انه على يوم 4 يوليو اللي هو العيد القومي الامريكي، انه هيكون تقريبا كل الشعب الامريكي تم تلقيحه او النسبه الاكبر، بحيث انه الناس تخرج تتحرر من الاجراءات الاحترازيه، من الكمامه، والناس تقعد وتقابل بعض وكذا وبتاع. هو الحقيقه الراجل قدر يخلص ده في 29 ابريل، يعني قدر ينجز هذا الانجاز. انت عندك انجلترا من الدول الاعلى في الحصول على اللقاحات. المساله هي مساله اقتصاديه صحيح. احنا عندنا مشاكل اقتصاديه في مصر، لم نستطع الحصول على الكميات الكبيره، وان كان دلوقتي اصبح هناك تدفق الحقيقه للقاحات. في هناك اتفاق مع روسيا لتصنيع 40 مليون جرعة لقاح، في اتفاق مع روسيا على تصنيع اللقاح مع الصين، مع الصين. فان شاء الله رب العالمين الفترة القادمة ستشهد وجود اللقاح بشكل مكثف، سواء بقى استرازينيكا او سينوفارم او سبوتنيك، سينوفارم الصيني او سبوتنيك الروسي. طبعا احنا يعني ربما عشان برضه المساله الاقتصاديه ما جبناش بتاع فايزر اللي هو بيقولوا انه الافضل في العالم، لكن الثلاث دول كافيين قوي، يعني سينوفارم وسبوتنيك سينوفارم الصيني وسبوتنيك الروسي و استرازينيكا الاوروبي، اعتقد انه دول كافيين قوي ان احنا نعمل ده بشكل كبير. لكن هي القضيه دلوقتي يا استاذ مايكل، هناك بعض المسائل او المشاكل التقنيه حتى الان في التسجيل. يعني وزاره الصحه لا تمنح المصد الا لمن يسجل على 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 موقع وزاره الصحه. صحيح. انا شخصيا سجلت منذ عده اسابيع وانا ما تخطيت سن ال 60، وعندي احد الامراض المزمنه اللي هو السكر، ومع هذا لم ياتيني الموافقه على الحصول على اللقاح، في حين انه شباب اصغر مني كتير جدا جالهم الموافقه وراحوا حصلوا على اللقاح. فهي في، وطبعا مش انا، مش شكوى شخصيه، في عشرات بل مئات الشكاوى بهذا الشكل. فانت محتاج انك انت ده طبعا انا بحيي فكره ان الحكومه بتعمل مكان كبير جدا في ارض المعار عشان الحصول على اللقاح. بتتكلم على انه 10,000 واحد ممكن يحصلوا على اللقاح في اليوم. انت محتاج تعمل ده، تعمل مراكز للحصول على اللقاح، ومش ضروري التسجيل على موقع وزاره الصحه، تعمل مراكز في كل المحافظات والمدن المصريه، والناس تروح، ممكن اروح اسجل في المكان نفسه. يعني لو انا مثلا حتى في مدينة صغيرة، في مدينة قوس مثلا، في ولا مدينة بتشط في الصعيد، ولا مدينة بنها أو شمين قناطر في الأوبئة، بس أروح أسجل في نفس المدينة، يبقى ده يعني تعرف أنه برضو مش كل المصريين دلوقتي عندهم خبرة بالنت وبالتعامل مع التقنيات الحديثة والسوشيال ميديا وكلام ده، لأنه مفيش قدامنا حل. كلام حتى مظبوط، بس ولكن احنا في الوقت اللي الدولة بتسعى فيه لتوفير اللقاح يا أستاذ محمد، برضه لسه في ناس بتتساءل، لسه في ناس متخوفة. والأصعب من ده كله ما تلاقي حد من الفريق الطبي بيدلي بمعلومة، أنا عندي حد قريبي خد المصل ومات، عندي مش عارف إيه، على أي أساس هذه الشائعات، على أي أساس؟ فتلاقي حتى المواطن البسيط بيكون في حيرة في الوقت اللي العالم كله بيتحصن من ذلك. مع حضرتك أنت عارف إنه في خلاف، طبي يا مايكل لحد دلوقتي، في خلاف طبي كبير. هاي أنا كنت في يعني في جلسة ما مع أحد كبار أطباء في مصر، مشهير جدا طبعا، يعني أنا ما أقدرش أقول اسمه عشان يعني، وزوجته إحدى كبير الطبيبات في مصر، الاثنين أنا مش هناخد اللقاح، خدت بالك؟ وأنا قلت في اللقاء ده، قلت لا أنا الناس تاخد اللقاح، يعني فردت السيدة الفاضلة زوجة الطبيب اللي هي طبيبة شهيرة، قالت إنه أصل إحنا أخذنا كورونا وخدنا حصانة، فطبعا الكلام ده مش علمي طبعا، لأنه الناس اللي خدت كورونا جالها كورونا مرة واثنين وثلاثة، خدت بالك؟ فهي القضيه لا، انه 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 الاصوب انك تاخد اللقاح. طبعا هو في بعض الاشاعات كثيره جدا على مستوى العالم كله، لكن في الاخر
دولة زي أمريكا أو دولة زي بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا أو 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 أسبانيا أو كل الدول المتقدمة دي مش هتاخد اللقاحات تدمر شعوبها. صحيح. يعني على يعني تعرف ولكن أستاذ محمد احنا يعني نطلب من الله يعني إن الجائحة دي تختفي بقى من مصر وعالم كله إن شاء الله يعني.